تحليلنا لي طبعا مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، زي ما ذكرت لحضراتكم امبارح احنا معانا طبعا بالتأكيد معانا غانا، معانا موزمبيق، معانا كاب فيردي. بصراحة اللي أنا عايز أقوله إن شاء الله مجموعة في المتناول، يعني هي غانا هي الفريق قوي بس مش بالقوة بتاعة طبعا مونتاري، سرعة المونتاري وميكائيل إسليان واللاعب المتميز جدا عصام جان، فكان عندهم لعيبة جامدة جدا. النهاردة غانا مش من التوب 6 في افريقيا او من التوب 8 في افريقيا، بصراحه فريق كويس وكل حاجه، في عناصر شابه كتير بس احنا افضل بكتير من ناحيه الخبره، عندنا نجوم عالميين زي مصطفى محمد وطبعا محمد صلاح ومرموش والنني، وعندنا لعيبه مميزه جدا. انا عايز اقوله كمان ان في حاله صعود منتخب مصر كاول للمجموعه هيلعب يعني فرقه من ثلاثه، لا اما غينيا بيساو لا اما غينيا الاستوائيه يعني لا اما موريتانيا، واحد من الثلاث فرق، وان شاء الله برضو الثلاث فرق في المتناول. لا قدر الله لو طلعنا تاني المجموعه ممكن لو المغرب خسرت الصداره للكونغو ممكن نلاعب المغرب في دور 16، وده اللي انا ما اتمنناهوش ان شاء الله لا لمصر ولا للمغرب. دي كانت حاجه بسيطه حابب ابدا فيها او بيها الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقه جديده، هنتكلم طبعا فيه بالتاكيد على وضع الاحداث اللي دايره في الشارع المصري. يلا نبدا هنتكلم في حاجه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه خلاص مارسيل كولر بيدي 24 ساعه زياده للعيبه النادي الاهلي كراحه سلبيه، استعدادا ليه طبعا بالتاكيد مباراه سيمبا التنزاني اللي هتكون يوم 20 اكتوبر. كل التوفيق للنادي الاهلي، العوده كمان يا جماعه ان شاء الله يوم 24 على استاد القاهره 24 اكتوبر. كل التوفيق لجماهير النادي الاهلي المحترمه، ل 30 الف متفرج هيكونوا في استاد القاهره ان شاء الله في اياب الدور المجموعات بالنسبه للسوبر ليج او الافريقي او الدوري الافريقي. عايز اتكلم كمان بالنسبه لمارسيل كولر. مارسيل كولر يا جماعه حدد خمس اسماء، حدد خمس اسماء لكابتن محمود الخطيب او لاداره النادي الاهلي او لاداره التعاقدات او للجنه التخطيط ايا كان المسمى اللي ليه علاقه بالتعاقدات. خمس اسماء معروفين قدمهم المميز المدرب العبقري المتميز جدا مارسيل كولر لاداره النادي الاهلي للتعاقد معهم. اولهم طبعا احمد ابو الفتوح، عمر كمال، عبد الواحد، اسامه جلال، وكمان اللاعب الكبير جدا المتميز وليد الكارتي، ومحمد حمدي لاعب بيراميدز. خمس لعيبه مارسيل كولر طلب من اداره النادي الاهلي التعاقد مع ايا كان منهم، يعني في اولويات بالنسبه للباك ليفت ابو الفتوح ثم محمد حمدي اسامه جلال بشكل مميت النادي الاهلي محتاجه جدا جدا، لان ده اخر موسم ليه مع نادي بيراميدز، ممكن لاعب يجي فري ان شاء الله الموسم القادم او يمضي في يناير وبعد كده يجي فري الموسم القادم. بالنسبه لوليد الكارت جدد عقده مع نادي بيراميدز فالموضوع صعب جدا. عمر كمان عبد الواحد لسه له سنتين في نادي فيوتشر، وصفقه بنسبه كبيره مارسيل كولر محتاجها، والراجل اتكلم ان هو محتاج عمر كمال عبد الواحد. كمان في لعيب مميز جدا طبعا ما بيقولوله بنسبه كبيره مارسيل كولر حطه في اهتماماته، فكولر حضر خمس اسماء لاداره النادي الاهلي. عايز اتكلم بالنسبه لحاجه مهمه وحاجه متميزه جدا بالنسبه لنادي الزمالك، موسيماني على رادار بقوه نادي الزمالك، موسيماني على رادار نادي الزمالك بقوه. في حاله حصول حسين لبيب وقائمته على رئاسه نادي الزمالك ومسك سيطره نادي الزمالك اداريا وفنيا بنسبه 100% حاليا موسيماني مرشح بقوه، مرشح بقوه. احنا طبعا عارفين ان المدربين في الوطن العربي بالذات ما بيكملوش حاجه، يعني ما بيكملوش يعني 3 4 5 6 ماتشات عمل فيهم دروبات بالسلامه، فكده كده موسيماني احتماليه كبيره ان ما يقدرش يكمل مع الوحده الاماراتي. طيب في الحاله دي نادي الزمالك بيفاوض موسيماني بقوه، نادي الزمالك بيفاوض موسيماني بقوه، فموسيماني قرب جدا جدا من نادي الزمالك في حاله نجاح الكابتن حسين لبيب. كل التوفيق لاي كادر محترم هيجي نادي الزمالك، بس اتمنى يعني كوادر تيجي عندها قوه وملاءه ماليه عشان تحرك نادي الزمالك من الازمه والكبوه اللي هي فيها. كمان حسين لبيب وعد جماهير نادي الزمالك بصفقات سوبر زي ناصر منسي، زي ما بيقولوا زي محمد حمدي نجم
نادي انبي، اسامه جلال دخل بقوه للنادي لنادي الزمالك، في لعيبه كتيره دخلت بقوه في للتعاقد معاها بالنسبه لنادي الزمالك، كمان ابوكا بنسبه كبيره جون ابوكا برضه دخل في دائره نادي الزمالك في صفقه تبادليه مع سيف الجزيري، يروح طبعا نادي مميز جدا زي نادي سيراميكا ويروح جون ابوكا. فحسين لبيب بيوعد جماهير نادي الزمالك بصفقات سوبر ودعم من شخصيه كبيره، شخصيه سعوديه كلنا عارفينها، دعم بقوه نادي الزمالك، كل ابناء نادي الزمالك وكل اللي حابين نادي الزمالك بيدعموه بقوه الفتره القادمه، زي ميدو زي حازم امام زي ناس كتير جدا بتدعم نادي الزمالك من ناحيه المعنويه. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق نادي الزمالك. زي ما ذكرت لحضراتكم قبل كده يا جماعه ان نادي الزمالك بيتدرب او يتمرن كل يوم على ملعب الترسانه في 100 عقبه طبعا، عشان احنا عارفين ان في حملات انتخابيه، ندوات انتخابيه، فهتشتت وضع وسريان الفرقه بشكل منتظم وبشكل مميز جدا. كل التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك. بالنسبه ليوسف اوباما، يوسف اوباما موقفه من مباراه سموحه ان شاء الله القادمه، يعني كلها كام يوم ان شاء الله، اقل من اسبوع، مباراه نادي سموحه. كل التوفيق نادي الزمالك. بنسبه 90% يوسف اوباما جاهز لمباراه سموحه والزمالك. يوسف امام لعيب كبير من ركائز الفرقه، لعيب مميز، لعيب بصراحه مخضرم وعنده خبرات كبيره جدا في الدوري المصري، ومن اهم وافضل اللعيبه داخل مصر وداخل نادي الزمالك. عايز اتكلم كمان بالنسبه ل نطلع بقى من قصه الزمالك، نخش في قبل ما نطلع في قصه الزمالك نسيت حاجه اقولها لكم. خلاص يا جماعه، رحيل سامسون كينولا بنسبه 100%، اساريو طلعوا بره القصه خالص، وفي يناير بيدور دلوقتي على اي نادي، وفي يناير ان شاء الله نادي الزمالك يقدر يتخلص منه. نطلع من نادي الزمالك نخش على الصحف الجنوب افريقيه. الصحف الجنوب افريقيه سموا اللاعب المميز بيرسيتاو المتخاذل والخاين. المتخاذل والخاين عشان ما قدرش يشرف بلده في المباراتين الوديتين اللي ليهم علاقه بالاجنده الدوليه. كل التوفيق لتاو، انا لعيب بحبه جدا مع الرغم ان انا مش اهلاوي، بس لعيب مميز ولعيب متمكن ولعيب عنده خبرات ولعيب بصراحه كواليتي مختلف تماما، وجودته بانت جدا مع النادي الاهلي الموسم اللي فات والموسم ده، لعيب ما شاء الله، لعيب متميز جدا. كل صحف جنوب افريقيا متسمي بيرسي تاو اللاعب المتخاذل. كل التوفيق ان شاء الله لبيرسي، لعيب مميز ولعيب كبير، ان شاء الله نتمنى له التوفيق الفتره القادمه مع النادي الاهلي، خاصه في مباراتي سيمبا ذهاب واياب يوم 20 ويوم 24. عايز اتكلم في خبر عالمي، خبر مميز، للاسف خساره كابتن محمد صلاح لاعب الشهر اللي هو شهر سبتمبر في الدوري الانجليزي، كان هو والفارو طبعا يعني اللاعب المتميز جدا جدا، لاعب نادي المميز جدا، لاعب نادي مانشستر سيتي، وكمان لاعب نادي مهاجم رقم 9 الهائل جدا طبعا، اللاعب المميز جدا 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 ومن هدافين الفرقه، وكمان اللاعب بيلعب في منتخب الارجنتين الفاريز طبعا، اللاعب الكبير جدا الفاريز، لعيب كويس ولعيب متميز جدا. وسون اللاعب الكوري الجنوبي، سون هو اللي كسب لاعب الشهر في الدوري الانجليزي. كل التوفيق لنجمنا وفخرنا حبيبنا محمد صلاح. ده كان فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو ريت تشارك في القناه وتفعل زر الجرس يصلك كل جديد. انا محمد يونس، دمتم في امان الله.